احنا اليوم راح ان شاء الله يكون في مشروع كبير راح نعلن عنه، ومشروع الشراكه ما بين شركه بيا وشركه العاصمه الاداريه. هذا المشروع واحد من المشاريع الرياديه، جاء بعد فتره كبيره من المباحثات. احنا اعمالنا بدات في سنه 2020 في جمهوريه مصر العربيه في العاصمه الاداريه، ونتج عن اعمالنا في هذا المشروع ان اتفقنا على توسيع نطاق الاعمال. راح ان شاء الله نتوسع في مجال اداره النفايات، راح تشمل مشاريع ليس فقط نظافه المدينه، ولكن كذلك راح نتوسع في مجال اعاده تدوير فرز النفايات، فرز المخلفات، وكذلك توليد الطاقة من النفايات. شركة بيا واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة ومجال إدارة النفايات وتوليد الطاقة النظيفة. قمنا بالعديد من المشاريع في مجال إدارة النفايات في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية. وصلنا إلى أكبر مستهدف 90% بعيداً عن المكبات في الشرق الأوسط، وهذا رقم كبير جدا. رقم ثلاثة، أنشأنا ودشنا أول محطة لتوليد الطاقة من النفايات في الشرق الأوسط، وهذه موجودة عندنا في إمارة الشارقة. هذه المشاريع التي أتت ما أتت من فراغ، ولكنها أتت من رؤية واضحة لدى الشركة، وهذه الرؤية تترجمت على أرض الواقع. نفس المشروع ونفس المشاريع ونفس المستهدفات حابين ننقلها للعاصمة الإدارية، نفس الخبرات اللي احنا خلال 10 سنوات الماضية حابين ننقلها في جمهورية مصر العربية، الجمهورية الحبيبة على قلوبنا احنا كإماراتيين، وإن شاء الله راح تتكلل هذه المشاريع بالنجاح إن شاء الله. العاصمة الإدارية هي نموذج مستقبلي مطور لجمهورية مصر العربية. نحن كلنا فخورين بهذه العاصمة، وإن شاء الله راح تحقق فيها كل النجاحات، راح تتكون فيها كل المقومات للمستقبلية التي الحكومة تهدف لها إن شاء الله. الجميل أن المدينة البنية التحتية متاحة، معايير الاستدامة فيها متاحة، لذلك من السهولة علينا البدء فيها. يعني فيها الشوارع الجميلة، فيها الخضار، فيها اللاندسكيب الجميل، فيها المباني الجميلة. حتى الأخوان في مشروع العاصمة الإدارية حسبوا حساب حتى اللي هو مواقع النفايات، مواقع السلال، مواقع الكذا، فيها المدن المستدامة، فيها مفهوم المدينة المستدامة، فكل القواعد الأساسية موجودة فيها، واللي راح تساعدنا إن شاء الله نوصل للأهداف بشكل أسرع حتى من هو مخطط له إن شاء الله. إحنا حاليا موجودين في منطقة الوزارات، في حي الوزارات متواجدين. راح تشوفون المنظومة موجودة ومتكاملة، عمال النظافة، المعدات التي تشتغل بجداول معينة، وإن شاء الله راح تتكون تتبلور الصورة لما تبدأ المصانع ننشئ المصانع اللي هي راح تساعدنا في فرز النفايات. احنا هدفنا في جمهورية مصر العربية ككل، احنا هدفنا ان احنا نغطي جميع كامل جمهورية مصر العربية. العام الماضي احنا كنا موجودين، كنا شركاء في مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ. جمهورية مصر العربية فيها قيادات تعمل على هذا الأمر بمجهود جميل، وهذا موجود يعني من خلال القوانين، من خلال التسهيلات التي تعطى. فإن شاء الله مصر جاية على الطريق وبشكل سريع، أسرع حتى ما توقعي إن شاء الله.